ليه الحبيبي بتفضل الكورنيش عن اي مكان تاني؟ والله اكيد هو عاده متعودينها اكيد طبعا عشان خاطر هو المكان الوحيد اللي هم بيحسوا بيه. حضرتك عشان يشموا هو حضرتك يقول لك عشان ابوش عشان احسس اي حبيبي طبعا في الدنيا بقعد على الكورنيش باكل دوره وبتاع شغل قديم بقى اسود فاكيد طبعا حلو عشان خاطر المايه والهواء. هي الروح بتاع الروح الجميله بتاعت المصريين كلهم. البحر ده والنيل هو الحاجه الوحيده اللي بتخلي قلب الانسان يطلع كلام جميل من قلبه ويقول كلام جميل. هو المكان هنا جميل جدا وهادي يعني يعني من رومانسيه عندهم يعني بحر وسما وشجر وهدوء. والله انا بحبها قوي.